إنها دفعت وكالة الأخبار الكورية دسباتش جميع فان الكيبوب والكي دراما ونشرت خبر غير متوقع تماما، بتأكيد أن كارينا من فرقة إسبا متورطة في علاقة عاطفية مع الممثل الشاب لجي ووك. وفي الحياة الجمهور انصدم جدا من الأخبار دي لأنه ما كانش فيها أي إشاعات عن موعدة النجمين من قبل كده. كمان كشف مقال دسباتش عن قصة الحب اللي بتجمع كارينا ولجي ووك واللي بدأت من عرض أزياء مرموق كان في يوم 14 يناير اللي فات، ومن هنا بدأت علاقة عميقة جدا بين النجمين. ورغم أن كل من كارينا ولجي ووك جداول عملهم مزدحم ومشغولين جدا، ولكنهم قدروا يوفروا بعض الوقت عشان يقضوا سوا. والجدير بالذكر أن مقال ديسباتش وضح أن كارينا ولجي ووك ما توعدوش فقط في سيول بكوريا، ولكنهم سافروا مع بعض الميلانو في إيطاليا. ده غير أن ديسباتش وضحت أن كارينا زارت أكتر من مرة في الحي اللي بيعيش فيه لجي ووك في وقت متأخر من الليل. وعلى طول فور انتشار الأخبار دي في كل مكان على مواقع السوشيال ميديا جرد وكالة SM، واللي أكد فعلا أن كارينا ولجي ووك في علاقة غرامية. وبالتحديد أعلنت وكالة SM التالي إنهم الآن فقط يتعرفون على بعضهم البعض. وللعلم كان رد فعل الجمهور الكوري إيجابي جدا، لدرجة أن أغلب التعليقات اتمنت ليهم السعادة. اكتب لي في التعليقات انت رأيك كيف أخبار النهاردة، وما تنساش الاشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد عن بلاك بينك.